كونها نصف المجتمع أو أكثر من ذلك، ونظرا لما عانته المرأة العراقية وإنصافا لدورها الهام، أقيم في العاصمة بغداد أعمال المؤتمر الدولي التاسع لمناهضة العنف ضد المرأة، بحضور عدد من الشخصيات الرسمية العربية والأجنبية. هناك ظواهر سلبية أيضا التي لم تنصف المرأة العراقية من قبيل العنف الذي يقع على المرأة والذي نسمع عنه الكثير. يؤسفنا أنه في مجتمعنا العراقي، مجتمع القيم والحضارة تمتد إلى آلاف السنين، أن نجد مثل هذه الظواهر، ولهذا مثل هذا المؤتمر هو لتسليط الضوء على قيمنا الحضارية والثقافية والإسلامية التي ترفض الظلم، ترفض العنف، وبالتالي تدعو الرجل العراقي والمجتمع العراقي إلى إنصاف المرأة. من خلال هذا المؤتمر نطالب بقرارات دولية لمعاقبة الجنات من تنظيم داعش الإرهابي الذين سبوا النساء العراقيات وهتكوا حرمة العراقيات. اليوم نطالب تشريع قانون لمعاقبة الجنات وعدم شمولهم بأي عفو. المؤتمر الذي أقيم تحت شعار المرأة وطن طالب فيه الحاضرون بضرورة تشريع قانون لمناهضة العنف ضد المرأة وحماية حقوقها وواجباتها في المجتمع العراقي. آن الأوان أن مجلس النواب الموقر أن يعلن عن مناهضة العنف ضد المرأة قانون ويشرح هذا القانون. تشريع قانون لمناهضة العنف ضد المرأة أصبح واقعي في قرار رقم 15-13-52 ونقاط أخرى من المخرجات لهذا القانون حتى يحمي وضعية الإمرأة العراقية في العراق. ينبغي أن للدولة تدعم المرأة، الدولة بكل مفاصلها، الجهة التنفيذية، التشريعية، القضائية، الإعلامية، كل المؤسسات الدولة بما فيها مؤسسات المجتمع المدني ينبغي أن يكون لهم دور في دعم المرأة في أي موقع كان، وكذلك إيجاد فرص لتطوير قدرات المرأة. وخلص المؤتمر بتوصيات عدة تم رفعها إلى الجهات الحكومية، أهمها مطالبة البرلمان الإسراع بالتصويت على قانون حماية الأسرة من العنف، فضلا عن زيادة تمثيل النساء في الوزارات والهيئات المستقلة والمناصب كافة.